هي كارثية من جميع النواحي، لا اجتماعية ولا اقتصادية ولا، أن الناس يعانون، الطبقة الشغيلة تعاني مع الأسف. هذا قدر الله، احنا ما عندنا ما نديرو ليه، ولكن الجميع تيعمل ما في وسعو باش نحاولوا على الأقل نخفوا من هذا الضرر اللي واقع الآن. هناك مشاكل عدة، وجميع من الباترونة ولا من الناس اللي مسؤولين ولا تنعاني بزاف، ورغم الإعانات اللي كتقدمها الدولة مشكورة عليها كما كان الحال، واخا داكشي ما كافيش بالنسبة للناس اللي عندهم مسؤولية، اللي عندهم كل واحد ومسؤوليته. الله يكون في عون كل واحد. أنا بارفوا تنبقى نخمم تنشوف الناس مساكن كيفاش تيعيشوا الشهر ديالهم ولا اليوم ديالهم ولا الأسبوع ديالهم. إنسان عندهم مسؤولية، واش إنسان 2000 درهم غيخلص بها الكرا، واش 2000 درهم غيمشي يخلص بها الطريطة ديال الدار ولا ديال المدرسة، ولا غادي ياكل بها 2000 درهم؟ لا تسمن ولا تغني من جوع. كيفاش تعاملنا مع الجائحة؟ هي الجائحة جات فجأة على ماشي غير على القطاع السياحي، على الاقتصاد بصفة عامة، ماشي غير في على المستوى الوطني بل على المستوى العالمي. حنا واش غنتكلم على التجربة ديالي، أنا كان كسبنا قبي داخل الوحدة الإنتاجية ديالي، أو بصفة عامة كما تكلم الأخ سجيد، الوضع كارثي بالنسبة للعمال ديال القطاع السياحي. بالنسبة لنا حنا في بداية الجائحة ضغطنا على المشغل باش نبركو ونتحاورو باش نلقاو حلول، يعني تكون حلول توافقية من جهتنا ومن جهتهم، يعني تقدر تكون تنازلات من عندنا من عندهم. خرجنا بواحد الاتفاق التضامني، يعني حنا تضامنا مع الباترون والباترون حتى هو تضامن معنا، وصلنا لواحد تفاهمنا على واحد الصالير تعطانا ان بورسونتاج شهريا. هي في الحقيقه كتختلف المطالب والحقوق، كتختلف من فندق لفندق وعلى حسب المستوى ديال كل فندق. اتفقنا على وصلنا ل 75% من الاجر، وطلبوا منا هما باش الباترون طلب منا باش تكون هذه المده ديال 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 75% في مده 18 شهر، يعني غنبقاو غاديين ب 75% حتى شهر 10 2021. كانوا من طرفنا حنا تنازلات بحال مثلا 3 موا، والمكتسبات الاخرى كلها بقات عندنا، يعني بقى كلشي مزيان. دابا الوجود حنا كعمال ديال الفندق مزيان الخدامه، يعني مقتنعين بهذه المساله، زائد اننا مريحين كاع 75% ومريحين ما كنخدموش، ولكن الوجود ديالنا حنا اللي ماشي حنا مرتاحين. دابا الوجود ديالنا حنا كنكتبنا قابي ديال كنمثلو شيراتون وكنمثلو الجامعه، الوجود ديالي هنايا تضامني مع الاخوان. فابقى بصفه عامه كما قلت لك في الاول، يعني الوضعيه كتختلف من فندق لفندق. دابا هي فعلا كاينين اخوان في فنادق اخرين اللي يعني ماشي دائمين، ماشي مرسمين، موسميين، او يعني هنا حنا كنجتمعوا دابا باش كنطلب من الاخ المنسق سي هشام وسي سجيد باش نشوفوا نتصداو لهذه المساله، نوقفوا مع هاد الناس اللي هما غير دائمين في المؤسسات هذا، يعني باش نلقاو حلول من نمر هذا الاجتماع هذا. هناك عديد المشاكل اللي كيتوقعوا فيها هاد العمال هادو، من بينهم الشركات ديال الوساطه. هاد الشركات ديال الوساطه هما المشكل الكبير. احنا اليوم الى قبل غادي نتذكر معاك على 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 قبل الجائحه ديال كورونا، نقدر نعطيك واحد 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 الدليل قاطع في هذه الجائحه. هذه الجائحه اللي الناس كانوا كيديكلاراو في لا سي ان اس اس من بعض الشركات ديال الوساطه، من بعد 3 شهور ديال الديكلاراسيون وديال الاستفاده من 2000 درهم، من بعدها فالشركات ديال الوساطه غبروا، ما بقاوش كيبانوا نهائيا. مع من غادي تفاوض؟ مع من غادي تهضر؟ اشنو اللي غاتدير لهاد الناس ديال اللي كيخدموا عن 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 طريق الوساطه هنا؟ هذا هو المشكل الكبير. وهذا المشكل شكون اللي دارو؟ راه ما دايرهش الجامعه الوطنيه ولا دايرينه العمال. هذا المشكل هذا دايره الدوله،
والدوله هي اللي عاطيه الحق لهذوك الشركات الوساطه اللي كيخدموا هاد الناس هادو، ملي كيخدموا كيخدموا بلا حقوق ديالهم، الوقت اللي بغى يسرحوهم كيسرحوهم، والوقت اللي كيبغي يخليهم خدامين كيخليهم خدامين. حنا كنقولوا كالوحدات الفندقيه متواجده في المغرب كامل او لجميع الفنادق اللي كتفر كيشغلوا هاد الناس هادو، وملي كيشغلوهم ما كتكونش عندهم واحد السلطه على هاد الناس، لان كاين الشركات اللي خدموهم هما اللي عندهم الحق في هاد المسائل. هادوك الشركات هما اللي كيمنعوا دوك الناس بانهم يديروا الحق ديالهم باش نناضلوا عليهم حنا بانهم يديروا مكاتب نقابيه اللي خليهم كينتميوا لواحد المنظمه اللي كتدافع عليهم بواحد بطريقه قانونيه وليس بطريقه عشوائيه، لاننا ما غنقدروش ان نجي ندافع على واحد الشخص وهو ما كينتميش للمنظمه او ما كينتميش لذاك المكتب النقابي. هنا هذه اشكاليه. نقدر نقول لك قبل من كورونا والاخت اذا جيتي فاجئتينا وجيتي ما جيتيش بواحد الوقيته اللي تلقاني عندي الوثائق ديالنا وعندنا المسائل ديالنا باننا على هاد الناس هادو على شكل هاد الوساطه هادو دايرين واحد البحث كاتحاد المغربي للشغل، كنديروا واحد البحث استراتيجي لهاد الشركات ديال المناوله كيفاش خصها تخدم هذاك العامل، كيفاش خصها تورك تدخلوا الضمان الاجتماعي، فين خصنا نعرفوا المشكل الكبير بان هذه الشركه ديال الوساطه ما كتعطيش حتى المقر ديالها فين كيتواجد بالعامل كيجي يخدم. مثلا نعطيك انا مثال، مادام كان تواجدوا بفندق فرح كنلقاو هنا هنا العامل كيخدم ولكن كيخدم عن طريقه ديال الوساطه، ملي كنقولوا ليه حتى من البيرو ديال الشركه ديالك فين كاين ما كيعرفوش. اذا هنا كاينه اشكاليه، اذا هنا فين غادي نلقاو هنا هذا البحث هذا اللي كنديروه دابا ببعض الاخوان اللي متوفره فيهم هذه الكفاءه وانهم كيشتغلوا اوتور ديال الاتحاد المغربي للشغل، فغنخرجوا هذا البحث هذا اللي غنقدروا نشتغلوا عليه على المدى القريب. وحنا اليوم راه كنتحاوروا نيت مع الحكومه في بعض الناس اللي معيناهم الاتحاد المغربي للشغل داخل الحكومه، لانهم كيتفاوضوا دابا حاليا على هاد الشركات الوساطه اللي غادي يكونوا مقنين وعارفين شنو كيديروا. مادام غادي نشغل انا واحد الفئه من العمال خصني نعرف المقر، خصني نعرف واش غيديكلاريو بيا، خصني نعرف واش عندي التغطيه الصحيه، خصني نعرف هذا الدور حتى هو خص يكون من جهتنا حنا واكثريه من جهه العامل. هما كاين عندنا واحد نقطه ضعف بان العامل بعض الخطرات، ولكن غنتاسف على هذه الكلمه هذه، لانه كيجي كيبغي غير يشتغل، لان الظروف المعيشه هي اللي شويه قاصحه، هي اللي شويه صعيبه. هذا يمكن لي نقول لك على شركه ديال الوساطه. هي شركه يعني وساطه كتقوم بامداد الفنادق السياحيه في جميع القطاع السياحي بالعمال، يعني كتسمى المناوله، شركه المناوله، يعني انه هذوك العامل كيطبق عليه قانون خاص به، لانه كيكون تابع لديك المؤسسه اللي هي كتمد به الفندق او القطاع السياحي، يعني تيكون عنده واحد الظروف خاصه ربما ما تيكونش تيتوفر على بزاف ديال الامور كضمان اجتماعي، تيكون ضايعين لبعض الحقوق ديالو. هاد اللي كتزيد تاثر على القطاع السياحي من ناحيه الجوده ديالو، من ناحيه الكفاءه، من ناحيه بزاف ديال الامور، يعني تتكون مؤسسات لا ماشي شبيهه لابيك، لا هي مؤسسات كتمد يعني في جميع القطاعات، ماشي في القطاع السياحي بالضبط، كقطاع ديال الامن في لاسيكوريتي في المطاعم في هذه يعني بزاف ديال، وكتكون الجوده ديالها يعني كتراوح ما بين الامكانيات ديال كل مؤسسه والطلب اللي كيطلبوا كل فندق يعني في العمال ديالو. شكرا بعدا من المنبر تنشكر قناه شوف تي في على هذه المبادره اللي توصل المعلومه للمواطنين بصفه عامه. بالنسبة للسؤال اللي تهم شركات الوساطة عندنا في المغرب، هاد الشركات نقدر نقول أنها تخلقات، ولاني حتى السند القانوني اللي حاطها الدولة على أساس أن هاد الشركات عندها الصفة القانونية حاليا في حالة نقول بأنها ما منفعلاش. علاش؟ على أساس أن هاد الشركات الوساطة ملي كيف ما قال الاخ تاخذ الناس ديال الشغل عن على حسب الكفاءات ديالهم، وتتحاول توزعهم على بالنسبه للشركات اللي تتنقص عليها بزاف ديال الخدمه في مازال الريكروتمون والمسائل اللي كما تنعرفوها في الموارد البشريه، وهذا وتتكلف بجميع الظروف ديال هذاك الاجير. بصفه عامه في حاله نقولوا بان هذاك الاجير تتجيبوا لواحد المؤسسه معينه على اساس ان هذا الاجير غيدي واحد الدور
في هذيك المؤسسه، والمؤسسه ما غتكونش مسؤوله عليه لا في لا في الضمان الاجتماعي لا في لا في التغطيه الصحيه لا في حتى شي حاجه. يعني في حالة يكون الاجير بين 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 جوج ديال الوسائط، دونك بحال تنقولوا بانه ما تيعرفش هو راه خدام في واحد المؤسسه ولكن تابع لواحد الشركه، وهذيك الشركه حتى في المسائل ديالو ديال القانون ما تيعرفش شنو الواجبات ديالو الحقوق ديالو مع هذيك الشركه. ما كاينش واحد العقد موثق ما بينه وما بين المؤسسه اللي مشغل عندها، بل مسجل عند شركه الوساطه. اللي بغيت نزيد ناكد عليه هو انه حتى هذه شركه الوساطه ما تتكونش عندها صفه بانها تقدر كما تنقولوا الحقوق ديال المشغل تاخذها بعين الاعتبار، على اساس ان بالنسبه لهذيك الشركه ديال اللي غتخدم عنده في اي وقت كيف ما قالوا تقدر تستغنى عليه تجيبه في الوقيته اللي ستكون محتاجه له. يعني هذاك السيد ما عندوش زعما الضمانات بانه غيقدر يخدم بعقد دائم. يعني هذا في حد ذاته هو المشكل. واول حاجه تتعرض لها الا وهي جات الجائحه بكل بصفه زعما ما كان واحد المشكل اللي استغنينا عليهم بواحد الطريقه اللي الانسان ما عرفش راسه ما بينش وضوحها، لقى راسه بانه جالس في الدار عنده واحد مسؤوليه عنده عائله ما عندوش دخل ما عندوش مع من يهضر ما عنده حتى شي حاجه. هذا الشيء هو اللي كنا حنايا بالنسبه لنا في المكاتب النقابيه وتحت الجامعه وكيف ما كنا تنحاولوا ندويو على الناس باش تكون الاستباقيه باش يحاولوا يكونوا بعقود رسميه مع المؤسسه الام. والحمد لله كان بزاف ديال 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 التدخلات، وكنا تناخذوا واحد الامور جديه في المجال. واني مع الاسف ملي جات الجائحه بزاف الحوايج توقفوا، ومنهم مثل المسائل ديال الناس ديال الوساطه اللي تنقولهم حنايا شركه المناوله. المهم حنايا هذا الشيء اللي بغينا نقوله هو ان حتى الدوله ما دخلاتش بسميتو بشي طريقه اللي يمكن نقولوا نصفاتهم، بل زادت في المتاعب ديالهم. يعني هذا المواطن لا حول ولا قوه له، ما عارف فين يمشي ما عارف فين يسد، وسيرته ان القطاع السياحي تيعرف حاله زعما يرثى لها كارثيه، لا بالنسبه للمؤسسات الفندقيه كيف ما تعرف بان الحدود مغلوقه. يعني بزاف المسائل اللي تدخل منها كما تنقولوا العمله الصعبه ما كاينش. حتى الناس ارباب المؤسسات ديال الفندقيه حتى هما خداو على عاتقهم بانهم كما تنقولوا حاولوا يسيفيو غير المؤسسه ديالهم. يعني ما تيشوفوا غير الناس اللي عندهم في المؤسسه اللي يقدوا يتحملوا. يعني هو ما عندوش غرض بواحد انتريمير غيجي، يعني ديجا هو راه دايرو في بالو ما كاينش. يعني شي حوايج اللي فريمون تنتاسفوا عليهم. فكما كيعرف الجميع باننا نعيش جائحه عالميه لاثرت سلبا على الاقتصاد العالمي، فنعكس علينا احنا كقطاع سياحي بحكم كان واحد القرار اللي هو قرار فرض حاله الطوارئ على البلاد ديالنا من الدول الاوائل اللي فرضت هذا الامر هذا. فهاد الانعكاس هذا فكنقولوا بانه السلبيات ديالو فهي اثرت بشكل كبير على هذا القطاع هذا. كنتكلموا على ان المطار كيتسد، فالوحدات الفندقيه ما غاديش تستافد من السياحه. فاذا كانت واحد الحلول اللي ربما بدات من شهر 3 من الضمان الاجتماعي بحكم ان الناس استافدوا من 2000 درهم على حساب كل فندق، ولكن كان هذا اقل تقدير بالنسبه للناس اللي استافدوا من الفنادق او من المستخدمين. لكن من بعد كانوا مكاتب نقابيه اللي كيتفاوضوا مع الادارات ديالهم على اساس انها تكون نسبه مئويه من الصالير، ولكن كانت تفاجئوا بان بعض الفنادق انها رغم انها فتحات من بعد 25 يونيو ولكن
انه المردود ديال الفندق ما كيسمحش بان المؤسسه تواكب هذه المساله او هذه الاتفاقيات هذه. فكنوجدوا حالي بانه ناس يعني تعطل عليهم يعني هاد المنحة هادي أو لها الدعم هذا يعني من شهر 7 وشهر 8 كنت سنو يلا داس كي اللي داس له 2000 درهم كي اللي داس له 4000 درهم يعني باقي كان تخبطوا بأن كين واحد تأخر الواحد تأخير اللي هو يطويل بزاف. فربما أننا خاصنا ندير واحد ضغط يعني كمركزية نقابية على الحكومة على أساس أن هاد الناس هادو يكونوا على الأقل في الموعد بان الناس يصرفوا هذه المنح هذه في الوقت ديالها. كنرجعوا ثاني من السلبيات ديال هذا القطاع هذا بان شركه الوساطه اننا فرحنا انهم خرجوا في مراكش بواحد الشكل اللي وقتي في وقفه احتجاجيه ففتح ثاني الملف وتمدد على اساس ان هاد الناس هادو حتى ما يستادوا. فكانت تفاجؤوا او لا كانت تصدموا بان هاد الناس هادو تيقولوا لهم لا ما غاديش نصرفوا لكم هذه المنحه هذه. فنحن كوحده فندقيه دافعنا على هذا الملف هذا واستفدوا الناس اللي معانا في شركة الوساطة من شهر 3 و4 و5 و6 حتى لشهر 7 والفندق كيعطيهم ولكن راه غادي يبقى يعطي حتى لواحد الوقيته ولكن ما غاديش يبقى قادر. فهنا حاليا فخاص واحد الضغط اللي يكون هو كبير كيف ما تكلمت كمركزية نقابية على الحكومة او لك برلمان على اساس هاد الناس هادو حتى هما يستافدوا. علاش؟ لانه مهزل القطاع وكنقولوا دابا وقعنا في السلبيات اللي كنا خايفين منها. فالناس المرسمين كياخذوا التقاعد ديالهم ولكن ما كيتعوضوش. فهنا هذا مشكل ولكن من بعد غادي نلقاو بان هاد الناس هادو كيحملوا العبء ديال وحدات فندقيه اللي هي كبيره واحد النسبه مئويه اللي كنتمنوا بانه يكون حل من القدام. ربما من هنا لخمس سنين غادي نلقاو واحد 20% اللي مرسمه و80% اللي ما مرسمه. من هنا 10 سنين ما يبقى حتى شي حد مرسم وهذا راه ماشي حل. فبمن خاص الضغط فهذه جائحه ربما انا نقولوا رب ضار نافعه. فهذا الامر هذا خاصنا كلنا نتحزموا كيف ما كتقول العباره ونوضوا حنا كاملين لاننا هنا كلنا معنيين ماشي انا مرسم ولا اخر لا وغادي نقول صافي راه انا ما كيعنينيش الامر. فاحنا كنا في مركب واحد وخاصنا نعاونوا بعضياتنا.